النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم ارتفعت قليلا درجات الحرارة وسادت أجواء صيفية اعتيادية في عموم مناطق المملكة. درجات الحرارة كانت حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. نستعرض الآن تفاصيل أكثر حول الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم، والتي توضح انتشار لكميات قليلة من الغيوم العالية بدون فعالية، لكن بالمجمل سادت أجواء غالبا صافية في عموم مناطق المملكة. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، تحديدا من نهار اليوم الخميس وخلال عطلة نهاية الأسبوع. هل تبقى المملكة أو تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام خلال عطلة نهاية الأسبوع؟ إلى أقل بقليل طقس صيفي اعتيادي خلال ساعات النهار، لكن يكون لطيف إلى مائل البرودة خلال ساعات الليل. لكن اعتبارا من يوم السبت ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. يكون الطقس صيفي اعتيادي في عموم مناطق المملكة خلال ساعات النهار، لكن لطيف إلى مائل البرودة خلال ساعات الليل. نفس الأجواء المتوقعة أو نفس درجات الحرارة المتوقعة خلال نهار يوم الأحد بإذن الله، حيث يستمر الطقس صيفي اعتيادي خلال ساعات النهار ولطيف إلى مائل البرودة خلال ساعات الليل. نذهب الآن وإياكم للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية بشكل عام، أجواء لطيفة إلى مائلة للبرودة مع 18 درجة مئوية كحرارة دنيا، الملموسة أيضا 18 درجة مئوية، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية خفيفة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الجمعة بإذن الله تبقى درجة الحرارة أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام، 28 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 20 درجة مئوية. ارتفاعات على درجة الحرارة اعتبارا من يوم السبت، طقس صافي مع 31 درجة مئوية، الصغرى 22، يوم الأحد 32 إلى 21 درجة مئوية. نستعرض الآن المزيد من تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة. نبدأها بالمنطقة الشمالية، حتى تسود أجواء صيفية اعتيادية في عموم هذه المناطق، طقس مشمس في المفرق 30 إلى 17 درجة مئوية، إربد 28 إلى 18، جرش 29 إلى 20، وعجلون 27 إلى 18 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى نبدأها من الزرقاء، حيث تسود أجواء صافية 30 إلى 21 درجة مئوية، عمان تفرق لبعض الغيوم 28 إلى 20 درجة مئوية، نفس الأجواء والحرارات في البلقاء، مأدبة 29 إلى 20 درجة مئوية، أما البحر الميت 35 إلى 28 درجة مئوية. نذهب الآن جنوبا نحو الكرك، حيث تسود أجواء غالبا صافية مع 28 إلى 21 درجة مئوية، نفس الأجواء والحرارات تقريبا في الطفيلة، معان طقس صافي 32 إلى 22، الشوبك 26 إلى 20، والعقبة طقس حار 39 إلى 30 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق أتربة مثارة مع 33 إلى 19 درجة مئوية، نفس الأجواء والحرارات تقريبا في الصفاوي، أما رويش الطقس صافي 35 إلى 19 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نتمنى نهاية أسبوع سعيدة للجميع وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.